مكتب تعهدات الهوبرجية والتصفيق. زكاتك بدي كام هوبرجي ونصفق من عندك يعني، بس بدي بيض الوش ما يسود وشنا قدام المعلم. في دراسة لك والله فهمت عليك والله على عيني، بس يعني انت كم هوبرجي ومكولك بدك؟ يعني شي 20-30 واحد بكفوا. تكرم عينك، بس يبيض الوش الله يخليك، يعني المعلم تبعنا كتير يعني شديدة. لك هي شغلتهم شغلتهم يا ابن الحلال، لا تخاف. شو بيكلفوا هدول؟ أسعار ما فيني أعطيك سعر بنوب لحتى تشرف لعندي على المكتب. أوف ليش بقى؟ لك أخي كل شغلة إلى شغلتها، يعني هو برجي بعراضة غير هو برجي بمركز ثقافي غير مكولك بمؤتمر. طيب طيب تمام، يلا جاي لعندك. وفعلا نحن شعوب ما بتلبق لنا الديمقراطية. اليوم بلشوا بالانتخابات الرئاسية في خارج سوريا، في السفارات السورية في كل بلدان العالم، وكانت مراسلة الأخبارية السورية عم بتغطي الانتخابات في لبنان في سفارتنا في بيروت. وطبعا الناس جايين من الساعة 5، هو الانتخابات بلش الساعة 7، من الساعة 5 متجمعين وناطرين ليفوتوا يصوتوا ويدلوا بأصواتهم في السفارة. المذيعة أو المراسلة حاولت تأخذ ردود أفعال حول عملية الانتخاب بشكل عام، حول معنى عملية الانتخاب بغض النظر عن المرشح، وأنه كيف يعني السوريين هن أحرار قرارهم، وأنه هن يعني كسروا الإرادة الدولية بعدم إقامة الانتخابات الرئاسية، ولكن مع الأسف يعني قديش هي كانت ديمقراطية وتحاول تأخذ منهم كلام ديمقراطي، ولكن مع الأسف هن ما بيلبق لهم هذا الشيء، وكانوا أصروا على الموال القديم يلي بيخلينا نقول لهم أنتوا أخي لا بيلبقكم انتخابات تعددية ولا غيرها، أنتوا لازم ترجعوا على المبايعة لأن هذا الشيء الوحيد يلي بتفهموه. صباح مرحبا. يا هلا يا هلا. صباح الخير. جايين تصوتوا اليوم؟ نصوت للسيد الرئيس. يعني هلا المهم انكم يعني جايين تشاركوا في هذا من الشمال لهون للسيد، وين؟ من القاع. من القاع. صوت للسيد الرئيس دكتور بشار الاسد. عافيك. خبرنا شو رسالتك لسوريا وانت اليوم جاي تصوت بانتخابات سوريين في الخارج؟ انا مو الكردي، انا كردي من صوب عفرين برا بدك عمري، ما تخليت عن واجبي طول عمرك. سوريا الاسد وبدر. الله سوريا بشار وبس. طول عمرك سوريا بشار وبس. انا سوريا بشار وبس. انا همو الكردي بشار. انا كردي من صوب عفرين برا بدك عمري، ما تخليت عن واجبي وهذا واجب علينا. احنا خبرنا اليوم جايين تشاركوا بالانتخابات الرئاسية السورية في الخارج، يعني عم نسمع الأصوات عبدو مشاهدينا. بالدم نبديك يا بشار بالرغم، بالدم نبديك يا بشار أكيد. الأهم هي المشاركة لأجل سوريا.